نفسه حاليا في المشهد التونسي, لكن هذا ما يمنعش اللي باش يكونوا معنا برشا دي زانفو انسولي توت شيت. يهمني ما يهمنيش, باهي نبقاو في اجواء العيد. يهمكم ولا ما يهمكمش شكيب ومجدولين؟ الصوره الحدث لرئيس الجمهوريه قيس سعيد وهو في جامع المنيه لا يؤدي صلاه العيد, وهالصوره ساعه ما فهمت شكيب علاش عملت هذايا الكل هالقيل والقال الكل وشختو التركيز زادا. يقال انه موكب صلاه العيد الغي بسبب الغنوشي, واحنا العاده جرات انه نشوفوا الرؤساء الثلاث مع بعضهم اون جينيرال في جامع العابدين ويكون ثم موكب رسمي حبينا والكرهنا في صلاة العيد. كيفاش قريت هالصورة هذه أنت؟ الموضوع يهمني ساعة الصورة هذه الصراحة, معناها أنه الصورة فما استخفاف رئاسي أنا سجلته من خلال الصورة هذه, بعيد على شكون صور والمنيهلة وفما مرافقة أمنية ولا وفما صلاة معناها رسمية ولا, ولكن المزعج اللي قلقني أنه فما حاجة اسمها لو دوفوار ديكزومبلاريتي متاع الرؤساء متاع المسؤولين الكبار, أنك تكون قدوة حسنة للناس. اليوم توانسة على وقع معناها على فزعة وخوف موجة ثانية للكورونا وانتشارها, ونستحكي على عدوى أفقية ممكن تخرج عن السيطرة وماناش قادرين على التحكم فيها, ورئيس الجمهورية يخالف التعليمات والمحاذير اللي حطتها وزارة الشؤون الدينية. تدخل الجامع يلزم عندك الكمامة متاعك سجادتك والتباعد داخل الجامع. السيد رئيس الجمهورية خالف كل المحاذير والاحتياطات اللي حتى سيد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية راه توا نحن نعيشه في زمن بعد الكورونا مش تزاحم وتراحم, أما تباعدوا تراحموا, وهذا مهم انه يبدا به رئيس الجمهوريه باش يعطي القدوه والمثل الحسن لكل التوانسه. رمزيه انه ما يكونش بجنبه الرؤساء الزوز الاخرين, يعني نقصد رئيس الحكومه وايضا رئيس البرلمان. لا هو الرئيس المؤمن يبدو سي قيس سعيد يبدو انه عنده مشكله مع الصلوات هذه الرسميه ويحب صلاه, يقول لك انا قريبه من الناس, ولعل لعل يفكر يقول لك لو كان حاضر معاها الغنوشي ولا فخفاخ تفسد عليه معناها صلاته, فلعلش هو يحب انه صلاته تبدا مقبوله فاستغنى عن الرئيسين رئيس الحكومه ورئيس البرلمان. مجدولين يهمك ولا ما يهمكش؟ يهمني احنا سمعنا بزاد برشا حديث مجدولين التصويره هذية على ها هو الرئيس ما غير مرافقه امنيه في جامع المنيه, شكون اللي قام باخذ التصويره هذية, وكانها بيان سور تظهر في انها تصويره تلقائيه وبطريقه سبونتاني. عندك ما تعلق انت على الموضوع عليه, خاصه انك نعرف تعرفهم تعرف بعض افراد البساطه والعفويه الأمنية. انا مع البساطه والعفويه بارفوا بالحق اللي محتاجين المسؤولين نشوفوهم كعامه الشعب, اللي هي التصويره لهنا فيها الطبع هذا, لكن راهو المرافقه الامنيه والامن